اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبحقك عليه وبحق ياسين والقرآن وما فيه أن تفرج عنا الكرب الذي نحن فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تفسير جديد لرؤية جديدة بإذن الله. لكن إخواتي وحبايبي اللي معايا في القناة، أتمنى لايك، واللي لسه مشتركوش وداخلين معايا مشرفيني وعلى راسي، أتمنى لايك واشتراك في القناة، نكبر ببعض بإذن الله تعالى. النهاردة تفسير رؤية الببغاء في المنام بإذن الله. يقول ابن سيرين أن رؤية أو حلم أو حلم شخص ما في منامه برؤية الببغاء، يعني رأى الببغاء الأبيض، فيكون ذلك دليل على أنه سوف يحصل على السلامة والأمان والسعادة والحرية في حياته الخاصة. وإذا رأى شخص في منامه الببغاء، خصوصا الببغاوات ذات اللون الأبيض الألوان المبهجة، فإنه سيسمع أو يسمع أخبار سعيدة قريبا عن قريب، وتكون حياته في القادم، يعني حياته هتكون أفضل في الأيام القادمة بإذن الله. وإذا رأى شخص مجموعة من الببغاوات، فإنه يعني تكون حياته فيها بعض المشاكل. إذا رأى شخص مجموعة من الببغاوات، مش ببغاء واحد، هذا الشخص يمر ببعض المشاكل في حياته، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى شخص مجموعة من الببغاء ذات اللون الأسود، فهذا يشير ويدل على أن هذا الشخص والله أعلم سوف يسمع بعض الأخبار الحزينة، خصوصا لو كانت هذه الببغاء لونها أسود. لو رأى شخص ببغاء، مجموعة من الببغاء ذات اللون الأسود تدخل بيته، فإن هذا الشخص سوف يسمع أخبار تحزنه في الأيام المقبلة، وخصوصا تكون خبر طلاق بين اثنين متزوجين، والله أعلى وأعلم.